يقول من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الاجتهاد في عمل الآخرة لا يحرمك رزقا كتبه الله عز وجل لك في هذه الدنيا، بل والله هو سبب حصول الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسن.